أقيم تحت رعاية اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل تخريج دورة الحرس التخصصية الأولى للإناث بالحرس الملكي. هذا وبدأ حفل التخريج بتقديم إيجاز عن الدورة المتخصصة الأولى من نوعها للإناث وما تضمنته من برامج نظرية وعملية وما اشتملت عليه من تطبيقات ومهارات عسكرية متقدمة. بعدها تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتوزيع الشهادات وشارات الدورة المتخصصة على الخريجات والجوائز التقديرية على المتفوقات، مهنيا سموه المشاركات في الدورة على تخرجهن وإتمامهن منهاج الدورة المتخصصة واجتيازهن لمختلف مراحلها بكل نجاح وكفاءة واقتدار. أشاد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالتخطيط المتميز والأعداد المدروس لهذه الدورة، مثمنا جهود كافة المدربين في تنفيذ هذه الدورة بالشكل المطلوب، معربا سموه عن مدى فخره واعتزازه بما حققته الخريجات من مستويات مشرفة ومتميزة في إنهاء كافة متطلبات الدورة، موجها سموه الخريجات بالتحلي بالأخلاق العسكرية النبيلة المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا العربية الأصيلة ليصبحوا بكل فخر جندا للحق وذخرا لمملكة البحرين، داعيا سموه الجميع بالتوفيق والسداد والثبات وأن يكون سندا وفخرا لهذا الوطن الغالي والدفاع عن أرضه وحماية مكتسباته بكل عزيمة وقوة. حضر حفل التخرج اللواء ركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من ضباط الحرس الملكي.